ممكن دقيقة من وقتكم؟ الله يخليكم. أنا جاي من البصرة، عندي أخويا مريض بالحرفية، وتعرف صار أسبوع تكلفة العلاج وإيجار الشقة وهاي، فإذا تقدرون تساعدوني بشيء أكل من معدكم، وإذا الله يخليك. الله يعافيك، شكرا لكم. كنت دقيقة من وقتكم؟ أنا من جاي من الكركوك. الله يخليك، وجيت هنا لبغداد الحارثية عند أخويا مريض، وصار أسبوع هنا، تعرف تكلفة العلاج والإيجار الشقة وهاي، إذا تقدرون تساعدوني بشيء أكون ممنون عندكم، وإذا هاي الله يخليكم. السلام عليكم، ممكن دقيقة من وقتك؟ الله يخليك، أنا من كركوك جاي هنا البغداد عند أخويا مريض، جبت الحارثية، تعرف صار أسبوع تكلفة العلاج وإيجار الشقة وهاي، فإذا تقدر تساعدني بشيء أكون ممنون عندك. أنا مو من بغداد يا أخي، أنا هم من بغداد على رأسي، ناصرية على رأسي. إحنا الضيم اللي عندنا الله يخليك. الله يسركم ويعافيكم. أنا قلت إذا تقدر تساعدني بشيء أكون ممنون عندك، ما قدرت. الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يخليك. الست هنا إذا تقدر تساعدنا بشيء نساعد يعني، الله يخليك. نساعد الله يخليك، ممنون منكم، شكرا. اروح انا ولا شوف لي واحد مخفصات خليت تقربون هذول. يلا وانت السلام عليكم، شكرا استاذ. ممكن دقيقه من وقتك؟ الله يخليك. انا من كركوك، وصار الاسبوع اخويا مريض، وجيت هنا لحارتك، تعرف تكلفه العلاج وهاي، فإذا ممكن تقدر تساعدني بشيء أكون ممنون عندك، إذا ما قدرت. أنا أشكرك، شكرا جزيلا. السلام عليكم، كم دقيقة من وقتكم؟ والله ما عندنا دقيقة، ودعت تقدر نسولف وبخلص. آسف، شكرا. آسف. السلام عليكم، شلونك أنا؟ كم دقيقة من وقتك؟ ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ممكن دقيقة من وقتكم؟ الله يخليك. أنا من كركوك جاي هنا لبغداد، فعند أخويا مريض بالحارثية، تكلفة علاج صار الأسبوع يعني إيجار وشقة وهاي، إذا تقدرون تساعدوني بشيء أكون ممنون عندكم، ما تقدرون ممنون عندكم. الله يخليك، أشكرك أخويا، ممنون، تسلم. السلام عليكم، شلونك انت؟ انا من كركوك، عند الله يخليك، وجيت هنا لبغداد، عندي اخويا مريض بالحارثية، صار اسبوع يعني ايجار الشقة، وتعرف علاجات وهاي، اذا تقدر تساعدني بشيء اكون ممنون عندك، اذا ما قدرت براحتك. الله يخليك. يعني اساعدك تريد يعني ماديا؟ ماديا، يعني تعرف علاج المستشفى راجع لك، انت تقدر علي بشيء تخدمني يعني، كل ممنون من عندك اي شيء. الله يخليك. تقدر علي باي شيء تقدم لي شيء، كل ممنون من عندك يعني. الله يخليك. هاي 5000. السلام عليكم، شلونك نسار؟ شلون صحتك؟ الله يخليك، الله يسلمك، الله يخليك. شلونك؟ الله يخليك، أنا جاي من الأنبار. الله يخليك، وعندي أخويا مريض صار له أسبوع. نعم. بالمستشفى، تعرف تكلفة العلاج؟ إن شاء الله، كل مريض. أمين يا رب. إي. تكلفة العلاج، تكلفة إيجار الشقة. إي. فإذا تقدر تساعدني بشيء أكون من عندك، وإذا ما قدرت. لا، ما المشكلة. إي. إحنا
هي لا الالف ولا الالف اللي فيه البيت اكيد، بس اكو طريقه ثانيه، بس اكو شخصين كنا نعرفهم متمكنين من تقول له هيك يعطيك مبلغ يكفي. احنا هنا الالف والالفين تخجل مو احنا ما نريد يعني نضغط على المقابل، احنا باي وسيله يقدر يساعدنا كل ممنوع عنده. أنا هسه أعطيك الفيسبوك، يعني هاي مو أنا ما أقبلها، أنا ما أقبلها عندي. الله يخليك. أنت تخجل. الله يخليك. وأنت هم أيضا ما تقبلها، لكن. لا بالعكس الشرف. إحنا إذا ما أريد. يا بخيل. أنا في ناس يسرع هنا نعرفهم ينطون مبالغ، أعطيك ورقة ورقتين شوية عين. الله يخليك. بس الدينار ما يعين. لا إحنا ما أريد المقابل، إحنا ما أريد يعني نقطع على المقابل، يعني أي مبلغ يقدر يساعدنا نكون ممنونين عنده. أنت باقي هنا مو؟ باقي أنا هنا. أنا راح أصعد فوق. إي. في ناس أعرفهم، إحنا موثقين متنبي، نعرف الناس اللي متمكنة من نقول له هذا رجل مريض كذا حس يشيلك. أشكرك، شكرا جزيلا. هذا أحسن من أنا هنا متواجد. لا أكيد أكيد يساعدني. ممنون ما عندك. الله يخليك. لا يساعد. إذا ممكن. مساعد منك؟ لا براحتك، يعني مدام تقدر على شيء انا ما اريد يعني اشكرك. أنا من محافظة الأنبار وجيت هنا لبغداد، تكلفة عند أخويا مريض، جبت الحارثية وصار أسبوع علاجات وإيجار الشقة وهاي، إذا ممكن تقدر تساعدني بشيء أكون ممنون من عندك، وإذا ما قدرت براحتك إحنا، تقدر علي أستاذ. واحد يجيب له فلوس هنا؟ لا صار الأسبوع أنا تكلفة علاج يعني وتعرف وإيجار، إذا قدرت على شيء قدرت، ما قدرت أكون ممنون من عندك. أشكرك يا أستاذ. عليكم. شكرا استاذ، صح الله يخليك الله يسلمك. انا من محافظه الانبار، جيت هنا للحارثيه وعندي اخويا مريض، تعرف صار اسبوع تكاليف الايجار ويعني الشقه وكانت تكلفه العلاج، فاذا بيها مجال يعني تساعدنا اذا ممكن، واذا ما براحتك احنا كلنا ممنونين. والله تعبان شعب شهر شهر يعني ممنون. السلام عليكم، ممكن دقيقه من وقتكم؟ الله يخليك. انا جاي من الانبار وجيت هنا للحارثيه عند اخويا مريض، صار اسبوع تكلفه علاج وايجار شقه وهاي، اذا تقدرون تساعدوني بشيء اكون ممنون عندك. يعني مساعده ها؟ مريض عنده خفقان بالقلب وشريان مسدود بالحارثيه، هو موجود بالحارثيه الدكتور الراجعه، فاذا تقدر تساعدني بشيء اكون ممنون. ما قدرت براحتك. والله ارجوك بالحارثيه. من ناحيه شنو؟ ها؟ يعني بشنو ساعدني؟ يعني ساعدك اللي يقدر عليه، بس هناك نشوفه وهذا. إيه خليك ياخذك وياي وشوفه، تقدر أكون ممنون من عندك. شوف تروح. شوي وقت تريد يعني إذا تقدر تساعدنا أكون ممنون من عندك. شوي وشوي العمر؟ يعني بعد 12 سنة. 12 سنة. عنده؟ عنده انسداد بالشريان والقلب. زين بالحالتين شو يسوي له؟ يعني غير يسوي يوسعون توسيع الشريان. ايش قالوا يا دكتور؟ لا دكتور. بس هو وين؟ هو موجود هناك، فأنا جيت يعني هنا اللي نعرف العراقيين ما يقصرون. تعرف العلاجات تكلفة العلاج. ايوه اشوفه. ممكن. يعني شلون تواصل؟ شلون تروح؟ تريد؟ يعني شوف التوجع. يعني بأي وقت تريدني إذا أروح وياك هسه داخلي؟ لا هسه لا، يعني تمنى لفت ساعة ونص. ساعة ونص؟ تقريبا. تساعدني بشنو تقدر يعني؟ أنا أروح أشوفه وعليك تشعرك. أكون ممنون ما عندك. ترد لي رقم؟